بجدد التحيه لحضراتكم من جديد، وبالتاكيد طبعا عندنا كلام كتير عن الكره المصريه سواء منتخبنا الوطني او المواجهه المرتقبه بالتاكيد النهارده امام الجزائريه، مواجهه وديه لكن عايزين نستفيد بيها بشكل كبير جدا، وايضا كمان استعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني كلام كتير جدا بالتاكيد هنناقشه طبعا مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا النهارده طبعا الناقد الرياضي الاستاذ سامح سمير. برحب بيك في البدايه وسعداء بوجودك معانا النهارده بالتاكيد. انا سعيد بيك يا استاذ كريم، منور الدنيا. اشكرك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، وببقى انا كمان طبعا سعيده لان بيبقى في قراءه مختلفه وبيبقى في برده مصداقيه وبيبقى في تحليلات، فخليني ابدا ونبدا بالمنتخب ولا عايز نبدا بالاهلي؟ زي ما انت عايز، الاثنين اهم من بعض يعني. بس المنتخب طبعا النهارده خلاص، خلينا الليله ليلتك الليله ليله المنتخب فعلا. انا هسالك نفس السؤال اللي يعني اللي سالته لايمن جلبرتو طبعا ناقد رياضي ما كان معنا على التليفون، لان ده السؤال حاليا اهم. الناس اختلفت شويه في فكره تقديرهم او يعني زي ما بيتقال كده التقييم للمباراه النهارده. البعض بيشوف وديه وتعدي حتى لو السكور مش كويس وحتى لو منتخب الجزائر فاز، والبعض الاخر يقول لك مستحيل يكون الموضوع سهل بهذا الشكل. حتى لو وديه انت بتتكلم في ان ده هيكسر المعنويات، هتبني على بدايه غير موفقه تماما، في نفس الوقت انت لو خسرت طب انت هتعمل ايه في اللي جاي؟ فهل انا اقدر اقول السيناريو ده ولا السيناريو ده الاستاذ سامح يعني بيميل ليه او شايفه صح؟ لا طبعا، انت منتخب كبير، مفترض انت منتخب الفراعنه، منتخب مصر، مفترض انك انت صاحب الباع الطويل في افريقيا، مفترض انك انت زيك زي الاهلي، طبعا مقارنه مش موجوده ولكن انت بعبع افريقيا، سواء كنت منتخب سواء كنت اهلي، ده الطبيعي جدا. فطبيعي انك انت منتخب واخد 7 بطوله امم افريقيه، الكل بيخاف منك، الكل بيعمل لك الف حساب. امبارح لما يطلع جمال بالماضي بيقول كنت اتمنى ان انا اواجه مصر في القاهره، انا رايح العب منتخب كبير جدا عنده 7 بطولات افريقيه، والركراكي مدرب منتخب المغرب اللي رايح رابع كاس عالم بيقول انا برشح منتخب مصر انه يفوز بكاس افريقيه. عيب لما احنا نقول ان انا رايح اقابل الجزائر، لا بلاش الجزائر لحسن انا خسرت المعنويات تبوظ واللعيبه تخاف وايه الكلام الفاضي. عيب يا جماعه، عيب عيب، انتوا كبار، عيب. كفاياكم بقى الثقافه دي، غيروها كفاياكم. لازم نغير من ثقافه اللاعب المصري، نغير من ذوق وثقافه وتقدير الجمهور المصري. المفترض ان هو بيعي كويس جدا قيمه المنتخب وان هو رايح يواجه منتخب زي الجزائر، ده التحام قوي جدا، خبره ما بعدها خبره، بتلاعب منتخب كبير جدا في افريقيا، بتلاعب منتخب ديربي ما بين مصر والجزائر معهود على مدار سنوات طويله. لا لازم تفرح، لازم تنبسط، التذاكر كلها عن اخرها خلصت انتهت، الكل منتظر في استاد هزاع بن زايد في الامارات. واجه منتخب الجزائر، اتعلم زي ما اتعلمت في مباراه منتخب تونس، عندك اخطاء صلحها، كسبت هايل جدا برافو، كل هيسقف لك، خسرت تتعلم من اخطائك عشان تستعد لكاس امم الافريقيه. يا جماعه ثقافه الاحتراف غير كده تماما، ثقافه المواجهات غير كده تماما، ثقافه انك انت كبير افريقيا وداخل على 7 بطولات افريقيه والثامنه المفترض تحققها. بس انت بعيد قوي برضو عن اللقب بقالك سنوات، والبعض حتى قال لك يعني كنت انا بحب اقرا التعليقات وكده حتى من جماهير مش مصريه، يعني طبعا في ناس بتنتقد وناس من جماهير الجزائر يعني طبيعي، يقول لك يعني ما تبنيش قوي على التاريخ بتاعك، انت بقالك سنوات عديده بعيد فيعيش يعني هو في مصداقيه يعني في منطق. بص يا، لا انا هقول لك بس طبعا حاجه يعني انا هقول لك قنبله، انا دايما بقولها، الناس بتزعل مني وبيقولوا لي انت ليه بتقول ده، لكن ده حقيقه. انا ما عنديش منتخب مصر من 2010 عشان بس ما حدش يزعل. دي هي جمله قويه. طبعا مش قويه، هي واقعيه. انا ما خدتش اي بطوله، ما حققتش اي انجاز غير ان وصلت كاس عالم في مشاركه يعني مشرفه عشان خاطر اروح في 2018 في روسيا. انا ما عنديش منتخب مصر من 2010، وليه غير كده هقول له معلش انت راجل، خليني اقولها بعد الهوا، انت راجل يعني عندكش مصداقيه يعني. انت مش شايف، انت مش شايف، انت مش شايف ومش فاهم وبتضحك على عقول الناس. لكن انا اقدر اقول برضو ان هذا الجيل، بمناسبه محمد صلاح هو اللي معانا على الشاشه، هذا الجيل اعتقد ان هو من الممكن التوليفه الموجوده حاليا بامكانياتها بلياقتها البدنيه والذهنيه والمهاريه تقدر ان هي ممكن تبني منتخب قوي حاليا بالتشكيله الموجوده دي، التشكيله دي فقط ممكن ابني عليها منتخب قوي جدا يعيش معايا السنوات اللي جايه. صحيح، اقدر ادخل بيه كاس امم افريقيا مرتاح، ادخل بيه تصفيات كاس عالم مرتاح. انت توصل كاس عالم، انت عندك مجموعه مش عايز اقول سهله، ما بقاش في حاجه اسمها سهله وصعبه في افريقيا تماما، ودايما بقولها اتفرجوا على جزر القمر في بطوله امم افريقيا اللي فاتت عشان تعرفوا ان مفيش حاجه اسمها منتخب كبير ومنتخب ضعيف او صغير او لسه حديث الولاده، لا خالص تماما. فانت المفترض انك انت تعرف انت داخل على ايه، وهذا المنتخب اعتقد لو روي فيتوريا
اللي انا شايف انه لا يزال بيقدم اوراق اعتماده. انا لسه ما اقدرش اقول ان فيكتوريا اصبح المدير الفني المخضرم لمنتخب مصر او الذي يستحق اداره منتخب مصر على مدار السنوات القادمه، ولكن هو لا يزال تحت الاختبار. فمنتخب مصر مع هذا الجيل، مع توليفة محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد وتريزيجيه و و الحقيقة تقال أنت أمام جيل يستطيع أن هو يبني ما فوق ما تركه تريكا وبركات والحضري والجيل العظيم من منتخب مصر. صح. وده اللي احنا بنتمناه إن شاء الله. يعني احنا عايزين نحط الأمل الفترة القادمة، لأن احنا الفترة القادمة خلاص داخلين في منافسات وداخلين في بطولات. يمكن زي ما أنت ذكرت السكواد مميز جدا، توفيق ربنا بس يبقى معانا في الفترة اللي جاية، وده أمر مهم جدا. هكلمك برضو كمان على مباراة الجزائر، لأن هي دي النهاردة يعني الاستفادة الحقيقية والاختبار الحقيقي بشكل كبير جدا. بتشوف المباراة النهاردة ازاي، وهل ممكن يبقى في خطة اللعب من وجهة نظرك على مدار التسعين دقيقة؟ فيكتوريا يتعامل ازاي وجمال بالماضي يتعامل ازاي على مدار التسعين دقيقة؟ بص، بالنسبة لجمال بالماضي نبتدي بيه عشان منتخبنا هياخد وقت مساحة في الكلام. جمال بالماضي عنده مشاكل في منتخب الجزائر. منتخب الجزائر تعثر لفترات. منتخب الجزائر خرج بعد، يعني كان آخر إنجاز في 2019 لما أخذ كأس أمم الأفريقية، من بعدها وهو تائه تماما. حتى في الوصول لكأس العالم التمثيل أصبح مشرف شوية لمنتخب الجزائر على مستوى نتائج وعلى مستوى المستوى نفسه والأداء. فالراجل قال أنا مش حابب أسيب منتخب الجزائر، الكل انتقدني، الكل طلب أن أنا أمشي منتخب الجزائر، ولكن أنا بحترم هذا المدير الفني، بحترم هذا الرجل في كينونته هو كرجل قبل أن يصبح مديرا فنيا لمنتخب الجزائر. قال أنا بحب أرسم البسمة على شفاه الشعب الجزائري. كلمة جميلة، بيفكرني الله الراحل الله يرحمه كابتن حمود الجوهري طبعا. كابتن حسن شحاتة ما قدرش ننساه ببطولاته، لكن الجوهري كان ليه عواطف وإنسانيات أخرى وجيل آخر، لكن كامل احترام طبعا كابتن حسن شحاتة اللي عمل اللي ما عملوش برضو الجوهري ثلاثية كأس أمم الأفريقية. ولكن في النهاية جمال بالماضي بيحاول أنه يبقى رمز في الجزائر، فقال بحاول أعمل توليفة جديدة وبحاول أطلع مستوى وجيل جديد من اللاعبين، وعايز يعمل حاجة في كأس أمم الأفريقية ويصل. ونتمنى ده طبعا أشقاء العرب يتألقوا في كأس الأمم الأفريقية. ده على مستوى منتخب الجزائر اللي بيحلم النهاردة أن هو يفوز على منتخب مصر. قال أن أنا بقابل منتخب كبير، منتخب متماسك، ده في تصريحاته قبل المباراة اليوم إن شاء الله الليلة. فالراجل اتكلم بشكل هايل جدا وبيطمح في منتخب مصر. على المقابل فيكتوريا تصريحاته كانت متزنة جدا، قال بقابل منتخب كبير، ولكن منتخب مصر أصبح له شخصية واضحة. أنا حابب تصريحات فيكتوريا. فيكتوريا على مستوى التصريحات الأخيرة تكلم بشكل هادي جدا، بشكل متزن جدا، بشكل مسؤول جدا، عارف هو إيه ورايح فين. لعظم في منتخب مصر وقال أن أنا عندي منتخب ذو حيثيات وكذا لا خالص، قال أن أنا شخصية منتخبي واضحة للجميع، طريقة اللعب واضحة، بحاول أن أنا أبني منتخب قوي قادر أن أنا أصل به لنهاية كأس الأمم الأفريقية ونهايات كأس العالم. فتصريحاته متزنة، لا هي البروباجندا والدعاية التي لا تستحق تماما أنك تنظر إليها حتى، ولا هي متدنية. لا، هو عارف هذا الرجل هو بيعمل إيه في منتخب مصر، فأتمنى له النجاح وإن كان لم يظهر حتى الآن. ولكن بالأرقام الراجل 10 مباريات فايز في 9 خسران واحدة في تونس، وكان ليه مبررات بقى ان لاعب الاهلي ما كانوش موجودين و و و ودي نقطه مهمه طبعا طبعا المنتخب يعني اهلي شطح على بعض منتخب يعني اهلي وزمالك وبيراميدز وبعض اللاعبين، ولكن القوام الاساسي بيبقى اهلي وزمالك، وحاليا النادي الاهلي طبعا الاعمده الاساسيه في منتخب مصر، فكان صعب. فالمباراه صعبه جدا، ولكن هي متزنه في كل شيء، المستوى المنتخب المصري، مستوى المنتخب الجزائري، الطموحات واحده، الاطماع واحده، المحترفين، الاسماء، طريقه اللعب. لا النهارده هنستمتع بالمباراه. هو طريقه اللعب كمان عند جمال بالماضي، يمكن منتخب الجزائر كمان بتعتمد على الكره الهجوميه بشكل كامل طبعا. فعشان كده كنا بنقول لو احنا هنتكلم ان احنا هنلعب يعني جيم مفتوح ده هيؤثر علينا ممكن بالسلب، فانت عايز توازن ما بين طبعا دفاع وهجوم. بس انا عايزه ارجع لنقطه تصريحات فيكتوريا، لان عايزه ارجع شويه لورا. تصريحات كيراش طبعا اللي قلبت الدنيا عليه لما كان بيقول لك وانت فاكر انا عندي كريستيانو، فاكر التصريحات دي كانت صعبه جدا بصراحه. انا والله ممكن اختلف معاكي او مع كثيرين جدا في كيروش. انا كنت معجب جدا بكيروش بالتصريحات بتاعته. انا كنت معجب بيه عموما بس نفسي ماشي، بس نفسيا التصريحات بتاعته كانت يعني ما هو ما ينفعش اصدر ده للمنتخب. ما ينفعش مثلا يجي رئيس القناه يقول لو انا عندي مثلا اوبرا وينفري هنا بتشتغل، يعني ما ينفعش يقول حاجه زي كده. كده انت بتقلل من الناس اللي بتشتغل عندك او بتشتغل معاك أنا عايز أقولك على حاجة. إحنا لو عملنا حلقة ضعيفة هتقولي هو أنا كان معايا فلان، أنا كان معايا علان. هو طبيعي كمدير فني الإعلام ما سابوش،
اتحاد الكره ما سابوش، الكل مسك كيروش سلخه، رغم ان الراجل وصل بيك لنهائي كاس امم افريقيه ووصل بيك نهائي كاس عالم، انت عايز منه ايه تاني بعد كده؟ كيروش وصل بيك المستوى الاخير يعني امام السنغال، لكن عمل اللي عليه، حاول ان هو يجد اكثر من لاعب في اكثر من مركز، حاول انه يبص لكافه المحترفين وما ننساش ان اول ما اندق جرس الانذار لعمر مرموش وبص على عمر مرموش وجابه، اول ما بص لاكثر من لاعب في اكثر من مركز ان هو يحاول يوجد اللاعب والبديل، ودخل اكثر من لاعب للمنتخب جديد، وجه جديد للمنتخب بس واصبح الامل العماد الاساسي. بس هقول لك على حاجه، احنا مش هنختلف، بس انا ليه وجهه نظر شويه، يمكن وقتها برده ما كانش كل حاجه موفق فيها، بمعنى كان في تصريحات غير جيده. تاني حاجه، في بعض اللعيبه اللي مستواها على فكره حتى هذه اللحظه ما رجعش من وقتها. انا بشوف محمد شريف شويه قفشه تاثره بشكل سلبي وليس ايجابي، لا هم ما انضموش اصلا للمنتخب. ايوه بس الشق النفسي، ما هي دي النقطه، ان انا يعني هم كانوا اساسي في الفريق في الاهلي، وبعدين انا همشتهم، فيعني تخيل انت تبقى يعني مثلا انا الاساسي في البرنامج، يجي بعد كده يحطوا لي يوم في الاسبوع، طب ما طبيعي اليوم اللي انا هاجي اقدمه في الاسبوع هيبقى مستوايا راح، الثقه راحت، في هدم في الشق النفسي، لا في عدم تقدير، كل ده عوامل بتؤدي في النهايه انك بتاثر سلبي على اللاعب. ويمكن كمان يعني هوندي النقطة مهمة، كنا بنتكلم على حجازي وفيكتوريا، الرسالة المهمة جدا النفسية ان هو دعاه يجي ان هو يكون متواجد على النقيض دي كيروش. مش هنسى لقطة محمد شريف، كانت لقطة صعب. نفسيا كانت صعبة جدا، التعامل النفسي مع المدير الفني انا من وجهة نظري اهم من الفني، لان اللعيب عنده فني، اللعيب عايز تتعامل معاه نفسيا، تهيئته، تديله مساحته، تديله قيمته قدام طبعا اللعيبه. التعامل النفسي مهم جدا، الاختلاف هنا كبير جدا بين التعامل النفسي بين فيكتوريا والتعامل النفسي بين كروش، بعيد عن الاخطاء الفنيه وبعيد عن كل الامور دي، لان الامور دي هي اللي بتساعد المنتخب بشكل كامل ان هو يوصل او ان المنتخب يفضل في مكانه. صحيح. بصوا خلينا اقول لكم على حاجه، خلونا نخرج من قصه ان انا اقارن ما بين كيروش وما بين فيكتوريا، لان مش في وقتها ولا محلها ولا احنا عايزين نبص لها تماما. لا احنا بنتكلم تحت سياق الكلام، الشق النفسي والدعم النفسي. تحت سياق الكلام، انا شايف ان في مديرين فنيين اجانب اذكياء جدا في منتهى الذكاء، بيجي يتعامل مع نفسيه الشعب المصري والاعلام المصري. حد كده العصفوره قالت له خلي بالك العب على عواطف المصريين وصاحب الاعلام، وده شفناه من كارلوس كيروش، كان رهيب في التمثيل تماما، كان رهيب في ان هو بيجيد التعامل مع الاعلام ومع الجمهور ومع التاثيرات النفسيه، لا كان فظيع جدا، وكان دايما كنت اطلع اقول ان في عصفوره قالت له طبيعه الشعب المصري. فيكتوريا ذكي جدا وبيعرف يتعامل برده مع الاعلام، وبيعرف يتعامل مع نفسيه الشعب المصري، وبينزل في الشوارع وياكل ويتصور، نزل على الانستجرام، خلاص انتوا كلكم بقيتوا عشاق للمنتخب المصري، ده مطلوب، اوكي، مصر بالفعل هي دوله الكل بيعشقها و و و انا معاك، ولكن انتوا بتجيدوا التعامل جدا مع نفسيه الشعب المصري ومع الاعلام المصري عشان العصفوره قالت لك. مين العصفوره بقى؟ تعالى بقى على الارض، استنى كان بقى وكيله الاعلام ارى يعني مش حد معين، شاف مصيري اللي قبل منه، مش مهم بقى، مش قصه. لا لو عندك معلومه قول لنا. لا 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 يعني تسيبنا كده، مش هتهمنا، واحنا النهارده عندنا منتخب الجزائر وعندنا مباراه مهمه، خلونا دايما نتكلم في الحاجات الايجابيه، عايزين نعرف والله عشان نحل نقتلها يعني. ما هي القصه في ايه بقى؟ ادوني نتائج. انا النهارده انت تعاملت كويس جدا، النهارده انت جبت حجازي، ودي حاجه لافته هايله جدا عشان دي حاجه، ده قائد المنتخب وهايل جدا، دي حاجه جميله. انت مصاحب اللاعبين وواصل لدرجه محترمة جدا، عامل لي أرقام و10 مباريات، فايز في 9 وهزمت في 1، ولكن المقياس الحقيقي هو ما ستحققه في كأس أمم أفريقيا، وإلا فأنت لم تقدم أوراق اعتمادك، أنت خلاص انتهيت. يعني أنت فايز بس مش بالأداء، وده مش مهم، يعني في مباريات لازم اعمل فيها المطلوب بالنتيجة. بس انا عشان كره جوان الله يرحمه كابتن لطيف، يعني 100% بس انا بقى كجماهير انا مش هطمن من النتيجه، انا عايز اطمن على اللي جاي. هو الناس بتزعل مني، ما عنديش منتخب انا حتى هذه اللحظه، قوية ما عنديش منتخب. انت عندك منتخب مصر بقوه منتخب تونس، انت عندك منتخب مصر بقوه منتخب الجزائر، يا جماعه ما بتحكوش على نفسيكوا، فوقوا يعني. انت شايف ان احنا في حته، انتوا طبعا ضعيفه يعني، انا اقصد اللي بيقول انا عندي منتخب وانا جبت لكم وانا فيكتوريا هيعمل وانا وريني. طب انا لا شايف اداء بالمناسبه، اتفضل، شايف نتائج ضعيفه، ما هياش نتائج الواو يعني، لما اكسب زامبيا 1-0 من خصم من تونس 3 حتى لو معيش لعيبه الاهلي، لا طبعا ما ينفعش. هو انا النهارده منتخب البرازيل، منتخب الارجنتين، منتخب تونس نفسه لو لعب بالصف الثاني هيخسر 3 من منتخب مصر؟ ما بتحصلش بالمناسبه. فاحنا عندنا اخطاء بنعالجها، فيكتوريا النهارده بيحاول يعمل منتخب، هقف وراك، اللعيبه التوليفه ديت تستحق ان هي تقدر تعمل منتخب، وعلى بعد خطوات قليله جدا بالمناسبه انها تشكل توليفه محترمه. حدا عمك، خلونا نتكلم في الايجابيات، انت عندك مباراه مهمه وعندك كاس امم افريقيه ولازم دورنا ان احنا ندعم، ولكن بنحط خط تحت الحاجه اللي احنا نقول لهم ايه، خلي بالكم منها، معاكم لعيبه كويسه
مدير فني لسه ما قدمش اوراق اعتماده. اه عندك فرصه انك تعمل جيل جديد ومنتخب جديد يقدر يصل لنهائي كاس افريقيا وكاس العالم، اه ولكن عايزين نشوف ده على ارض الواقع. اه انت عايز نتائج بقى. انا عايز بقى نتائج. تعبت بقى انا منتخب مصر، عيب 10 سنين عمال اجيب في ده وادي ده وايهاب جلال قعد 3 ايام واجيب كيروش اطلع عنده. حصل السنه اللي فاتت كارثه. ده ما ينفعش لما قعد الراجل في بيته. فانا عندي اخطاء كثيره جدا، مش وقتها نتكلم. لا مش وقتها. مش وقتها نصدر ازمات، مش وقتها نتذكر الماضي والناس تقول انتوا صحتنا من النوم النهارده الصبح عشان تفتحوا لنا الملف. احنا صاحيين من زمان. احنا صاحيين من زمان وشايفين اللي بيحصل وانتوا شايفينه قبل مننا. فلو كنتوا فوقتوا، مش هقول لهم فوقوا، فلو كنتوا فوقتوا هنتفرج على منتخب مصر النهارده. ولو النهارده ما كانش مقياس انا مستنيك، هنتقابل يا حبيبي، هنتقابل في كاس امم الافريقيه وهقعد انا وانت ونتفرج، هنسقف لك وهنفرح بالمنتخب. وفيكتوريا ده هنشيله على اعناقنا لما ينزل هنا القاهره. يا سلام، احنا مشتاقين للفرحه ومشتاقين طبعاً للانجاز والاعجاز عشان خاطر نفرح بمنتخب مصر بس. ودي النقطه الاهم، وزي ما بنقول يعني الاهم ان احنا ندعم، والاهم ان احنا نبقى فيه مع منتخبنا بغض النظر طبعا عن كل الامور دي. لكن انا عايز اسالك سؤال مهم، يعني انت النهارده هتتفرج على المباراه، ايه اللي انت مستنيه من المنتخب تشوفه؟ هل انت مستني الاداء، ولا مستني تشوف فيكتوريا تغييراته، ولا مستني تشوف قصور من بعض اللعيبه عشان تبدا تقيم النهارده الشكل العام بالنسبه لمباراه اليوم؟ لان هي مباراه وديه، لكن يهمنا طبعا الفوز والاداء. لكن انت هتكتب كتاباتك يعني مستني ايه من المباراه؟ بص انا خايف وعندي امل في منتخب مصر الاثنين. خايف ليه؟ المنتخب الجزائري شرس يا جماعه، مهما كان عنده مشاكل جمال بالماضي، مهما الناس دي بتعرف تتعامل ازاي معاك في الملعب، سواء كان على المستوى البدني او النفسي او المهاري او حتى الجماهيري. الناس دي مش سهله تماما، لازم تقول لها شابوه من هنا لحد الجزائر. زي ما بيقولوا المنتخب المغربي شابوه، زي ما بيقولوا المنتخب التونسي شابوه. هما بيوجدوا التعامل معاك، بيلعبوا كره هجوميه، كره سريعه، بيعتمدوا على الكرات العرضيه بشكل خطير جدا، وانت عندك ازمات في ده. فيكتوريا عمل لقطه الماتش اللي فات بيعتمد عليها، ناس يمكن هاجمته شويه بعد مباراه زامبيا، انك انت عامل كده في وسط الملعب بلغه الكره الطايره، عامل حائط صد، حمدي فتحي والنني وطارق حامد، مفيش حد بيبني هجمه. الثلاثه على خط واحد، ثلاثه رقم سته زي ما بيقولوا، انت ما بتهاجمش، مفيش حد بيبني هجمه، مفيش حد يمسك كوره كده ويساعد بقى يدخل يخش مع صلاح، يخش مع تريزيجيه ومصطفى محمد. لكن ده مش وحش لما تيجي تقابل منتخب زي منتخب الجزائر النهارده. ولكن هو وحش ليه؟ في وقت لازم تغير، في وقت لازم انزل لاعب عنده من الفكر المهاري كده ان هو يوصل الكوره للمهاجم مرمى، فمحتاج النهارده. فاتوقع ناس قالت ان هيبقى تغييرات في التشكيل، اتوقع انه هيعتمد على نفس الطريقه لانه عايز يثبت هذا التشكيل. ناس بتقول لا النهارده يمكن يخرج حمدي فتحي، يمكن طارق حامد، وكان في كلام انه هيبقى نفس التشكيل بتاع زامبيا. يعني لا ده مش كلام، ده المنطقي. ولا فيكتوريا بيهرج، فيكتوريا بيهرج. انت رايح تجرب مع منتخب الجزائر، انت رايح كنت جربته قدام زامبيا، كنت جربته والنهارده توريني هتعمل ايه. لكن انت لعبته قدام زامبيا بشكل تحفظي خلال الشوط الاول، وعايز انك انت تتقدم، وهو بيجرب الفكر بتاعه هيبقى عامل ازاي. فالفكر نقدر نقول نجح شويه، هيبان النهارده في مباراه الجزائر. هل انت هتقدر تواجه هذه القوه الهجوميه؟ هل هتقدر تقابل هذه الكرات العرضيه؟ يعني هو بيعتمد على محمد عبد المنعم في خط الدفاع مع علي جبر، الاثنين ممتازين تمام، نجم الاهلي ونجم بيراميدز، ولكن كان وجهه نظري المتواضعه علي جبر هايل ممتاز، ولكن لو عايز تعمل كيمستري يبقى ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم، الاثنين في الاهلي، الاثنين حافظين بعض، الاثنين عارفين امتى ده بيبقى بطرف عينيه، الثاني فاهم وعارف هيشتغل ازاي، يتحرك ازاي، ولكن ليه لا؟ ممكن يكون نفس اللغه او نفس الكيمياء موجوده ما بين علي جبر ومحمد عبد المنعم، فكمل مشوارك. خط الوسط انت مقفل عامل حائط صد من النني وطارق حامد وحمدي فتحي، والثلاثه هايلين، وهدف الفوز على زامبيا جه من حمدي فتحي. قدام هيبقى عندك صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، اعتقد ان هذا هو التشكيل اللي هيدخل كاس الامم الافريقيه، وده اللي هنتابعه النهارده. اللهم ان زيزو ممكن تعتمد عليه النهارده بشكل اساسي، ممكن لو انت عايز تبتدي تزيد القدره شويه في وسط الملعب. محمد صلاح اعتقد يا ريت ما يبقاش ليه مهام دفاعيه، محمد صلاح محتاجه في المهام الهجوميه فقط، تحاول انك انت تعزز المهام الدفاعيه بلاعب اخر عن طريق محمد هاني مثلا، لو هيبقى ورا محمد او زيزو لو هيقدر يبقى متواجد في وسط الملعب. لكن محمد صلاح سيبه ينطلق، سيبه يلعب بطريقه لعبه في ليفربول. ولكن في النهايه فيكتوريا هو الادرى بحال لعبته، فيكتوريا هو الادرى الحاكم بامره في منتخب مصر النهارده. هتقدر انت يا كريم، هتقدري انت يا نهاوند، تقدري تحطي النقط على الحروف وتحسي منتخب مصر هيروح لفين في كاس الامم الافريقيه. يعني انت بتشوف ان مباراه النهارده مع الجزائر هي دي المواجهه الحقيقيه اللي انا هبني عليها او هشوف الرؤيه في القادم مع المنتخب.
لان البعض الاخر يقول لك دي وديه، فبالعكس في منتخبات بتلعب في الوديات سيء جدا وبعد كده في المباريات الرسميه بيبقى شكل او اداء تاني. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، لا انا كده احبطتني بقى. انا كده احبطتني والله، ده انا كان عندي يعني عارف يعني كنت 70% تفاؤل بقى 10. انت خسرت من تونس 3، انت خسرت من تونس 3 من اول فيكتوريا لحد محمد صلاح مرورا بكافه اللاعبين. عايز النهارده تقدم مباراه ولا احلى امام الجزائر. كويس. اولا عشان تاريخ المواجهات بينك وبين الجزائر، انتوا قابلتوا 29 مره، فمنتخب الجزائر عالي عليك بمباراتين، هو 10 وانت 8 والتعادلات 11، ده مجمل 29. فتفوق طفيف على مستوى كافه المناسبات الرسميه والوديه و على مستوى الرسمي احنا متقدمين بمباراه او اثنين تقريبا. فانت النهارده عندك ديربي لا يتحمل الهزار، ما عندكش مباراه وديه، دي مباراه رسميه والمنافس بيعتبرها رسميه. وانت لو عايز تنجح، لان انا متاكد ده فكر كمال بالماضي، اعتبر ان دي اول مباراه ليك كاس الامم الافريقيه. انت مستني ايه؟ انت مستني تصل لايه؟ انت خلاص هتلعب اول مباراه، انت عندك تصفيات كاس العالم المفترض هتبتدي خلاص، ومفترض انك هتطلع بعدها على كاس الامم الافريقيه، فاعتبر ان مباراه الجزائر من ضمن تصفيات. واعتقد ان فيكتوريا اذكى من ذلك، اعتقد ان محمد صلاح ورفاقه في منتخب مصر عارفين النهارده هما بيقابلوا منتخب بحجم مين، عارفين ان الشعب المصري كله منتظر ان هو يشوف مباراه غير مباراه منتخب تونس تماما، منتظر انه يطمن على منتخب مصر، وفيكتوريا عايز يكمل سلسله الانتصارات، فليه لا؟ النهارده ممكن تلاقي مفاجاه، ممكن تلاقي منتخب مصر ماسك مفاتيح منتخب الجزائر، ممكن تلاقي منتخب مصر هو القوة الهجومية التي لا تقهر أمام منتخب الجزائر، عشان بس الناس ما تقولش أنت بتصدر السلبيات أو أنا هو أنت تزعل تقول أنت صدرت خلاص. لا بالعكس ما صدرتش، أنا بحكي لك واقع. لو أنا بتكلم عن واقع مش موجود قولوا لي أنت بتحلم. أنت النهارده مصر ده برازيل يا سلام، أنا أكره. أنا عايز النهارده أشوف منتخب مصر أن يكون فيكتوريا خلاص بقى، دي المباراة رقم 11، مالكش حجة، ولعبت تونس ولعبت زامبيا وطلعت في واعلنت عن ذاتك وبتقول انك كسبت 8-9 مباريات وخسرت مباراه. النهارده قدم لي اوراق اعتمادك امام منتخب الجزائر في الامارات، مفيش هزار. اللي هيهزر واللي هيطبطب على المنتخب واللي هيطبطب على فيكتوريا واللي هيطبطب على اتحاد الكوره ما يجيش يزعل لو طلع مهان كاس الامم الافريقيه. لا لا ولكن لا 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 باذن الله، ولكن ان شاء الله يعني ليفل بعيد بالظبط، ولكن ان شاء الله انت الليفل بتاعك هو اللي بعيد حلو مش بعيد سيء. انت المفروض انك تفوق، انت كبير، انت داخل كاس الامم الافريقيه انت مرعب في المجموعه بتاعتك، انت مصنف ومرشح انك تصل للمباراه النهائيه، انت وصلت للنهائي مرتين في 2017 والنسخه الاخيره في الكاميرون والنسخه الاخيره مع كارلوس كيروش وخسرت امام السنغال. فاذا منتخب مصر سهل جدا او من الطبيعي ان يكون في مباراه نهائيه، ولكن ننتظر البطوله من حقنا يا جماعه. 2010 يعني 14 سنه اكيد صح. وانا صح. انا يعني انا وكريم متفاهمين الباشن او الغضب اللي عندك استاذ سامح، لان حال اي مشجع مصري يعني عنده غيره على المنتخب طبعا. مش من باب ان احنا بننتقد او غيره، فهي واصله يمكن النهارده الموضوع. لا بص خلينا كمان نقول يعني مش غضب، خلينا نقول هو ان هو حماس، ان هو هو في عايزين حماس نحط الحروف، عايزين نفسنا نصدق ان فيكتوريا مدير فني عظيم، وانك انت عندك جيل هيقدر يبني منتخب مصري يدخل بيه كاس عام اللي جاي. خلينا نبقى متفائلين بالظبط، خلينا بزبط. بدل ما نقول غضب وحماس احنا بنقول نفسنا ان احنا نشوف ده النهارده. احنا اول ناس هنطلع ونكتب على صفحات جرايدنا، وهتطلع انت بكره الصبح وهتطلع انت معايا يا استاذ كريم تسقفوا وتقولوا احنا بقى سعداء ومفخورين بالمنتخب، وان احنا اخيرا بقى عندنا منتخب. الله ايه الحلاوه دي، منتخب مصر ضاغط منتخب الجزائر وقادر ان هو يوقف جميع مفاتيح اللعب وبيورينا ستايل جديد من منتخب مصر اللي هو فيه محمد صلاح اللي هو فيه تريزيجيه اللي فيه النني. يا جماعه عيب، انت عندك اسماء المفترض انك انت ترعب اي فريق في افريقيا لفوق بقى بس. ويمكن هي دي النقطه اللي احنا بنتمناها الفتره اللي جايه، ان احنا ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول كل الدعم لمنتخبنا الوطني، منتظرين مباراه النهارده ومنتظرين القادم، لان هي النقطه الاهم. كره القدم فيها ثوابت لكن المتغيرات كتير جدا طبعا. ممكن يبقى في متغيرات كثيره جدا في اي مباراه، لكن كل الامل ان شاء الله باذن الله في منتخبنا الوطني. جزيل الشكر ليك، يعني شرفتنا ونورتنا النهارده طبعا، بشكرك جدا. ما لحقناش طبعا نتكلم عن الاهلي، لا كنت عايزه سيمبا والاهلي معلش ان شاء الله. الاهلي بدا امبارح بس عن طبعا لعيبه كتيره بره ولعيبه كمان مصابه، كان الله في عين مارسيل كولر طبعا. دلوقتي الحاله اتبدل، وقتكم خلص ان شاء الله. الاهلي يقدم افضل ما لديه في الدوري الافريقي ودوري ابطال افريقيا ويشرف الكل في كاس العالم للانديه. بشكركم وشكرا لكم. كده كده للحديث اكيد بقيه لينا مكالمه باذن الله كمان تحليليه عن مباراه الاهلي. اشكركم جدا على متابعتنا الفقره دي، هنروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.